السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم الحلقة الثانية من لعبة Make Your Kingdom. بس قبل أن نبدأ يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك، من اللايك، وخلونا نبدأ باللعبة الرهيبة هذه. طيب، أول شيء قلتوا لي فايز اللعبة مظلمة. أنا عارف إن اللعبة مظلمة، اللعبة لسه بالإيرلي أكسس. طيب، أنا عارف إن اللعبة مظلمة، لكن المشكلة إن لو نجي عند الإعدادات ما في شيء يمديك تخليه أو ترفع شو اسمه سطوع اللعبة، إن اللعبة لسه بالإيرلي أكسس أتوقع. طيب، إيش سوينا الحلقة اللي راحت؟ فايز ما سوينا شيء، بدينا الأساسيات بس. يا حطينا الأساسيات، يحتاجون حجر. ليش ما هذا ما يوفر له حجر؟ ماني عارف ليش ما يوفر له حجر. طيب، بولد ماركت، يعني نحتاج بيوت، لان عندنا 16 من 12 نحتاج بيوت. طيب، بيوت وليس بيوست. لكن المشكله فايت حشرت نفسك يا اخي، ابغى يشيلون هذه. خلينا نبدا نحط طريق. هذا ايش؟ هذا ايش اللي قاعدين تبنونه هنا؟ ممكن اعرف ايش هذا؟ ايش هذا اللي قاعد تبنونه هنا؟ ما ادري شو هذا بصراحه، حتى ما يمديني احط طريق هنا. طيب، المشكله الاشجار هذه ماخذه مساحه مره غثيثه. طيب، خلينا نحط طريق من هنا. اوكي، هذا مره قاهرني، ما ادري كيف اشيله. ليش هذا ما يمديني اعلق؟ اوكي كذا، يا خلك كذا، وبيكون في بيوت هنا صح. بعدين بيكون في طريق، ما ادري احط طريق كذا. لا ما يحتاج. طيب، خلونا نحط كم بيت. بيتين اتوقع كافيه، واحد اند يا هذا بيصير هنا. اثنين، حلو. يحتاجون خشب. طيب، نحتاج مصدر خشب ثاني. احنا حطينا، لا ما حطينا، ما عندنا الا واحد. نحتاج مصدر خشب ثاني. شيلوا الاشجار هذه كلها، ونحتاج مصدر الخشب يكون هنا في الغابة هذه، او في الغابة اللي ورا. يا خلونا نخليه ورا هنا. اوكي، طريق شبك، مفروض شبك، نحط له طريق احتياطا. لا بس كذا، حلو. ونحتاج دقيقة يا اللعبة، اصبري. نحتاج حق حجر ثاني، حطه هنا، حط له طريق كذا، حلو، عشان ندبل الموارد عندنا. صاروا 20. طيب، ايش يبغى هذا؟ فارم. اوكي، لازم نسوي فارم. الفارم بخليها هنا. اوكي، نوصل طريق هنا، ليش لا؟ اوكي، حاليا وقت الانتظار، وقت تجميع الموارد والاشياء هذه. خلوا الملك يروح يساعد. نحتاج حجر. خلينا ناخذ حجر من هنا ونروح نودي. كيف اخذ؟ نسيت. كيف اخذ؟ لا ابغى حجر. ممكن كيف اخذ حجر؟ اوكي. طيب، نبني هذا حق الخشب. حلو. طيب، ونبغى حجر ثاني. صراحة لا، بروح ابني البيوت لان السكان عندنا مرة زعلانين. فخلونا نودي حجر هنا. هل تحتاجون حجر؟ يس. اوكي، هل يمديك تسرع؟ لا. خلص الثاني صح؟ يا خلص، حلو. لا لسه هذا ما خلص، يحتاج خشب. شت. طيب، خشب، الخشب مرة قليل عندنا، فمرة مشكلة. هل يمديني اقطع الاشجار؟ لا، خلونا نجرب. كيف اقطع الاشجار معهم؟ ما يمديك، بس يمديك تاخذ هذه وتوديها هنا وتاخذ خشب، حلو. الاولوية بصراحة ان نبني حق الخشب. او هذا، لا هذا افضل. ايش اطلع لنا؟ ايش تحتاج؟ هل يمديني ابنيك؟
موارده كامله بس الحين ما يمديني ابري، ما ادري ليش. دقيقه، هذا يحتاج خشب. هل تحتاج خشب؟ يس، خذ خشب. باقي له حجر واحد. حجر واحد ناخذه من هنا. عطني عطني. دن. هذا حلو. الحين خلونا نبني. هذا حق الخشب. السكان مره زعلانين، مره زعلانين، لكن مو مشكله راح ينتظرون. لان الملك مشغول قاعد يبني. اوكي، هذا دن صح؟ اتوقع. طيب دقيقة خلونا نطلع من المنظور هذا. هل هذا في عامل؟ يس. خلينا نحط اثنين يشتغلون هنا. هنا في اثنين. وهنا اوكي خلص هذا، حط فيه اثنين برضو يشتغلون. هذا في اثنين. طيب نحتاج الفارم. لا 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 لا. كيف ارجع؟ بي. نحتاج الفارم. ايش كان؟ كان يحتاج خشب. في خشب تعطونا؟ خشبة واحدة ما فيه. ممكن خشب. اوكي ابروح اوديها للفار. بسرعة بسرعة بسرعة، مرة بطيء الملك، مرة بطيء. يا ريت يمديني ازود الاضاءة حقت اللعبة. اوكي حطيت، باقي وحدة. حلو، باقي حجر واحد. هل هذا يعتبر معاي؟ يس. حجر، في احد جايب حجر؟ يا شباب يا شباب نحتاج حجر. كل شيء على الملك، كل شيء على الملك. اوكي ملك متواضع. طيب اوه شالوا الشجره هذه، حلو. طيب جبت الحجر، حلو، وراح نبني الفار. مع المفروض ابني بيوت. لا لا خلاص البيوت بنوهم صح؟ يا لان 20 من 20. ف يس يس. طيب هول ايش ما اقدر ابني يا الحبيب؟ الله اوكي بديت اقدر. هذا الجو مرة حلوة لكن ظلام. كيف فايز حلوة ظلام؟ شوف شوف المنظر كذا مرة حلو على ضوء القمر. اوكي وهذه الفار وخلصناها صح؟ يس. طيب نطلع من اوه في دجاج. طيب خلينا نطلع من الطور هذا. ايش نبني؟ المحصول او محل المحاصيل. خلونا نحط هنا، ما ادري كم في كم، لكن بنحط ثلاثة في ثلاثة. ثلاثة في ثلاثة كافي، خلونا نحط ثلاثة في ثلاثة. اوكي واحد ثاني هنا، ثلاثة في ثلاثة. اوكي شبكهم مع بعض مو مشكلة. حق مخبوزات. شيت طاحونة. طيب فين الباب؟ هنا خلينا نحطها. حطها كذا. لا ابغى فايز حطها كذا. مشكلة ما ادري فين الاتجاه حقها، يعني فين المروحة حقتها. ما اشوف. اوكي كذا يعني الحين صارت خلف صح؟ والله ماني عارف، لكن حطها هنا. خلينا نحطها هنا. اوكي؟ اوكي. تحتاج خشب. كيف وضع السكان مبسوطين؟ حلو حلو. صدقون خلوني نبني بيت احتياطا. الماركت بنوه. يس. ابي احط بيت هنا احتياطا، ليش؟ عشان لما احد يجي ما يزعل. خلونا نشوف الماركت ايش فايدته؟ اوكي يبيع اشياء مرة عجيبة. ايش الثاني اللي احنا بنيناه؟ هاوش هاوش ما ادري شو. طيب هذا يحتاج خشب. اوكي بيضبطوا للشباب بسرعة. كفو كفو. خلونا نشوف الفارم. اضغط بي. واو يا المحصول مربعات. شكله مرة حلو. ايش نقدر نسوي؟ اخذ المحصول. اوكي اعطيت اياه، اخذته وجمعته واعطيت اياه. وليش الدجاج هنا؟ طيب ثمانية خشب، في حق الخشب هذا هنا. نجي ناخذ على طول نبني. اوكي بسرعة 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 اشتغلوا. مبسوطين السكان؟ يس مبسوطين. حلو حلو، تشوفونه فوق اخضر معناته مبسوطين. بسرعة.
اوكي كم باقي؟ باقي ثلاث. ثلاث يمدي يمدي. في ثلاث هنا. يس. اخر حبة. ممكن احد يجيبها. اوكي راح اجيبها انا. حلو. باقي حجر واحد. يا شباب اللي عنده الحجر جيبوا حجر. ممكن احد يجيب حجر؟ اوكي هذول مدي. خلاص خلاص يا. وات ليش يحطون؟ خلاص يا ياخذون يحطون. انكت فايز المفروض ما تاخذها. فمعناته اللي هناك كان كله خشب صح؟ خلنا نتاكد. كان خشب جايبينه. واو يا المدينه يا ليت في لمبات. هذا الماركت وين كان؟ هنا. لا والله اختفى. اوكي اتوقع كان بيت. اوكي المكان مره مظلم. المكان مره مظلم. طيب خلونا نرجع. اتمنى يحطون اضاءات باللعبه. هذا ايش باقي؟ باقي حجر. شت في احد جايب حجر؟ انا خايف اروح اجيب في واحد جايب. ف ما ادري. خلونا نروح نجيب. خلونا نروح نجيب. هذول مرة بطيئين. بسرعة 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 قبل احد يجيب فايز. بسرعة قبل احد يجيب. في احد اخذ حجر؟ عندنا زحمة حجر. فوضعنا تمام. عندنا 15 26 من الخشب. حلو. الاكل لسه ما عندنا. حط هذا هنا. والحين نبدي. اوكي. الحين صار عندنا الاكل لان هذه الطاحونة حقت الاكل. بولد شيب فارم. اوكي نبني مزرعة الخرفان. طيب خلينا نخلص هذه. خلصت. خلال الدفون اصبروا. حلو. خلصنا حقت المخبوزات. خلونا نشوف. يس الطاحونة حلو نفس ما كنت ابي. خلي يشتغلوا فيها اثنين. حلو. ها تحتاج البير يكون عندها قريب. طيب مو مشكلة يمدينا نحط واحد هنا. سليكي صح؟ يا حط واحد هنا مو اثنين عادي. طيب شيب فارم. شيب فارم فين تكون شيب فارم؟ المفروض تكون هنا صح؟ يا بالجهة هذه. حلو خلوا يبنونها. تحتاج خشب. هذا يحتاج خشب. ممتاز ننزل على طول. الخشب موجود هنا طايح. في احد الخشبتين هذه اللي هنا. يا حيوان سبقني. طيب مو مشكلة نحطها بالشيب فارم. هذا خلص صح؟ باقي حجر. الحجر مرة. اوكي واحد جاب. حلو لان الحجر مرة بعيد هنا. اوكي خلصتوا؟ اوكي قاعد ابني. يا يزين اللعبة كذا الصباح تشوف كل شيء. ممكن 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 ما حد يدف. خلاص يمديني استخدم شيء. اوكي صار معاي. ما ادري احطها هنا مثلا. اوكي ما ادري شو اعطيت اتوقع. طيب كيف الاكل؟ الاكل بدا يزود. 7 عندنا. عندنا 28 من 24. اوكي عندنا البيوت يعني كافية. حلو وضع المدينة تمام. يا اخي رسومات اللعبة مرة رهيبة كذا. يا من جد مرة رهيبة خاصة الطاحونة هذه. طيب هذه بتكون صورة العرض. ايش يحتاج هذا؟ يحتاج ثلاث خشب. سهل. هاي وحدة. ثنتين. ثلاث. ونبني. هذا محل الخرفان او مزرعة الخرفان. ليش ما ممكن تبني؟ لا ما ابغاك تاخذ هذا. شت. اوكي كذا نبني. حلو حلو. ايش اللي بعده؟ ما طلع لي للحين مهمة. المهمات فوق على اليسار اللي ما لاحظ. اوكي باقي شوي. سرعة سرعة. خلصت خلصت. يس ممتاز ممتاز. ايش هذا؟ اوكي يعني حق فحم. حق الفحم مفروض يكون هنا بعيد عن المدينة اول شيء. ممكن تعدل الكاميرا؟ ليش الكاميرا مو راضية تتعدل؟ خلينا نحطها هنا.
هذا حق الفحم. طيب خلونا نشوف. أو شت زاد السكر صح. 28 28. نحتاج بيت بسرعة عشان لما يجون أحد لما يجي أحد من السكان يكون البيت جاهز. حطه هنا. طيب انزل يا أخي. الخشبة هذه كيف تخلص منها؟ أهلاً. ممكن تأخذ خشبة؟ نعم. أبغى أحد يأخذ خشبة هذه عني. طيب نبدينا نحطها هنا نصرفها. خلنا نشوف الخرفان. نبدينا نسوي شيء عندهم. إيش؟ ماني فاهم. طيب build gold. أوكي. build taxes فوتر. أوكي حق الضرائب. لكن هذا لسه ما خلص. يا المدينة بدت تصير مرة كبيرة. بدت المدينة تصير مدينة أو مملكة محترمة. الموارد اللي عندنا حلو حلو حلو. إيش رأيكم بالمدينة؟ مرة رهيبة. طيب يا شباب بني الحلقة هنا. الحلقة هذه بصراحة انجزنا أشياء مرة كثيرة. بنينا المزارع وبنينا ضبطنا شو اسمه السعادة حقت السكان. فانجزنا أشياء مرة كثيرة. فإذا تبغون نستمر اكتبوا لي فايز استمر باللعبة هذه وإن شاء الله راح نستمر. وبس وإن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية. كان معكم فايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.